إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. العقاقير والهرمونات اللي بيتناولها الشباب في الجيم بهدف تكبير العضلات ليها آثار خطيرة على المدى البعيد، ومن أخطر أثرها تأثيرها على عضلة القلب، لأن القلب نفسه عبارة عن عضلة. فالمستحضرات دي زي ما بتعمل تضخم في عضلات الجسم بتعمل برضو تضخم في عضلة القلب، وبالتالي بتؤثر على كفاءة القلب وعلى وظيفته. المستحضرات دي ممكن ترفع إنزيمات الكبد، ممكن تؤثر على الخصوبة بالنسبة للرجال، ممكن تعمل تضخم في الثدي وسقوط في الشعر، وبتزود حب الشباب. الأخطر من كده إنها ممكن تقلل المناعة وتقلل من قدرة الشخص على تحمله للأمراض. ممكن اللي يعود نفسه عليها ما يعرفش كمان يسيبها بسهولة. اللي عايز عضلاته تبقى قوية يتغذى كويس، الغذاء الطبيعي الصحي السليم، ويداوم على التمرينات الرياضية بهمة ومصابرة، لكن لا ننصح أبداً بأي مستحضرات لتكبير العضلات. فاصل وهنقول لكم معلومة جديدة. من أحد اضطرابات الجهاز الهضمي الشهيرة حاجة اسمها المعدة البطيئة، وده من أول أسبابه مرض السكر، بسبب تأثير السكر على أعصاب الجسم كله ومنها أعصاب الجهاز الهضمي. وممكن أمراض نقص هرمون الغدة الدرقية يعمل برضو معدة بطيئة، ويعمل شعور بعسر الهضم، ويعمل شعور إن الأكل كابس على نفس الواحد علشان المعدة مش بتشتغل كويس، مش بتتحرك كويس. ساعات بيحصل بطء المعدة ده بعد العمليات الجراحية في البطن، خاصة لو كانت العملية دي في المعدة أو الأمعاء الدقيقة. ممكن كمان بعض الأدوية تؤدي لبطء في المعدة زي بعض المسكنات وأدوية التخدير. علاج بطء حركية المعدة بيكون أولاً بالبحث عن سببه إيه، وبنعالج السبب، وده بيساعدنا كتير في العلاج. وكمان بنقدر نعالج قصة بطء المعدة ده بتناول وجبات صغيرة متعددة بدلاً من الوجبة الكبيرة. مضغ الطعام الجيد بيساعد على تحسين حركة المعدة. تجنب الأطعمة عالية الدهون لأنها بتتهضم ببطء. اشرب مية بكميات كفاية. ممارسة النشاط الخفيف بعد الأكل زي رياضة المشي بيحسن من حركية الجهاز الهضمي. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.